الدبل المود واحد من المودز الاساسيه، بس ما هواش يعني هو اهم حاجه الحقيقه دايما موجوده في اجهزه الالترا ساوند اللي يمكن جهاز الالترا ساوند ما يكونش موجود فيه، هو البي مود والام مود. الدوبلر ساعات يبقى اوبشن، وطبعا هو اوبشن مهمه طبعا، بتشخص حاجات كتيره الحقيقه. يعني احنا بنتكلم هنا بقى على ان احنا بنصور الاوعيه الدمويه، بنصور مثلا حركه الدم ونشوف اذا كان في مثلا سداد فيها سينوزيس، او في عندنا انيوريزم، في تمدد في مثلا في الوعاء الدموي، والحاجات دي كلها بتبقى فيها خطوره طبعا لما تبقى تكون موجوده. ففي منها من الدوبلر مود في ثلاثه يعني ديفرنت كاتيجوريز منه. حاجه بسميها سبكترال دوبلر، او ساعات بيسموه البلاك اند وايت دوبلر، وحاجه اسمها كلر دوبلر يعني، او كلر فلو مابينج، او في حاجه ثالثه بنسميها الباور دوبلر. بيسكلي البلاك اند وايت دوبلر انا باجي داخل التيشوز بختار منطقه معينه، وباخد باخد المنطقه دي ارسم لها سبكترم للسرعه، يعني هنا الاكسس ده هي سرعه الفلو مع الوقت، بحيث اقدر اشوف الحاجه، اشوف اللي هو الكيرف بتاع حركه الدم في الوعاء الدموي ده عامله ازاي مع الوقت. ده طبعا مهم جدا علشان لو في اي تغيرات في حركه الدم بتعني ان الوعاء الدموي فيه حاجه فيها مشكله، فبقدر على طول بان انا ابص على حاجه زي كده اقدر اعرف اذا كان في مشكله في الوعاء الدموي ولا لا. الكالر دوبلر لا، مش بيعمل مابينج بقى للسرعات كام وكده، لا هو بيرسم يعني صوره للمين فيلوسيتي عند كل نقطه. يعني هنا النقطه اللي طالعه لي هنا بتطلع لي فيها السرعات اللي موجوده عند كل نقطه، او الافريج بتاع السرعات اللي موجوده عند كل نقطه، وعلشان ارسمها برسمها بدرجات الوان علشان تبان لي من البلاك اند وايت اللي مرسوم بيه الصوره. فبرسم بدرجات الوان احمر وازرق، بحيث الاحمر ده معناه ان هو بيتحرك في اتجاه، والازرق بيتحرك في اتجاه تاني، بحيث ان انا اقدر اشوف يعني صورة معبرة عن حركة الدم أو حركة الفلو اللي موجود عندي في مكان كامل، في صورة كاملة، مش في نقطة واحدة. هنا أنا باخد في نقطة واحدة، هنا أنا باخد في صورة كاملة. الباور دوبلر مختلف شوية عن ده، في شبه طبعا من ده، بس الاختلاف الأساسي بتاعه إن هو مش بيهتم بالمين فيلوسيتي، مش بيعرض المين فيلوسيتي، لا ده هو بيعرض يعني بيسكلي الحركة اللي موجودة في كل السرعات هي كام. فمعنى كده إيه؟ إحنا بنتكلم بدل ما بنشوف السرعة كام، لا إحنا بنشوف هل في دم ماشي ولا لأ، وكمية الدم اللي ماشية دي قد إيه؟ كمية الدم المتحركة في الصورة قد إيه؟ ودي الحقيقه لها علاقه مباشره بحاجه بنسميها البرفيوجن، او التغذيه الدمويه اللي بتوصل للاورجنز المختلفه اللي داخل الجسم. فدي الحقيقه لها اهميه كبيره علشان بنقدر نشخص بيها حاجات داخل الانسجه، مثلا لو في عندي مثلا نسيج، مثلا في مشكله، او في يعني حصل ان الدم مش بيوصل له مثلا، بقدر على طول اشخصه بالباور دوبلر. فالحقيقه الدوبلر من الحاجات المفيدة جدا، ويعني نقدر بيها نبص على الأوعية الدموية، حالة الأوعية الدموية، ونبص عليها بتفاصيل الحقيقة، ونقدر نشخص بيها أي تغيرات في البرفيوجن، أو في الحالة بتاعة الحالة الوظيفية للأوعية الدموية. أحد الموت الجديدة المهمة جدا اللي بقت موجودة دلوقتي في أجهزة كثيرة للموجات فوق الصوتية هي الفوليومتريك ايميجينج، او 3D و4D imaging modes. الفكره في الـ imaging modes دي ان احنا بنحاول نطلع فوليوم بدل ما بنطلع صوره مقطعيه لجسم الانسان. فالفكره ان احنا هنا بنحاول ناخد multiple images، سواء بطريقه ان احنا نحرك البروب بطريقه يعني فيها انجل، يعني بطريقه كده بنحركها يعني في زاويه معينه، او ممكن ان احنا ناخد نعمل سكاننج كده على الفوليوم اللي احنا عايزين نعمله سكاننج، بان احنا نحرك البروب على الاريا اللي هي السطحيه بتاعه الفوليوم اللي احنا عايزين نصوره. في الاخر احنا بنكولكت مجموعه من الصور، وبيسكلي بناخد المجموعه الصور دي ونكون بيها الفوليوم اللي احنا عاوزين ان احنا نشوفه، وبعد كده بنعرضه. الحقيقه ممكن برضو بدل ما نعملها فري هاند بالشكل ده كده، ممكن نعملها بطريقه ميكانيكال. بيبقى في عندي اري بروب زي الاري بروبس اللي هنتكلم عليها، يعني في عندي اري عادي زي اللي كنت باكواير بيه البي مود ايمج، وبيبقى راكب على موتور، يعني بيبقى في موتور بيحركه بحيث ان هو يعمل انجل، بحيث ان هو ياخد مجموعه من الصور بالشكل ده كده، وباخدها في الاخر وبكون منها الفوليوم اللي انا عاوزه. عشان نفهم الفرق بين انواع مختلفه للتصوير، بيسكلي التو دايمنشنال ايمج
يعني بيسي حاجه بالشكل ده كده، صوره بتتحرك بس هي صوره مقطعيه، ما هياش صوره بتعبر عن فوليوم، يعني بقدر اشوف يعني سيكشن من الجسم بتاع الانسان، زي ما بشوف هنا مثلا دي يعني صوره للجنين داخل الجسم. طبعا الطبيب علشان يقدر يعني يبص على كل الاجزاء بتاعت الجنين لازم يحرك البروب في اماكن كتيره، ولازم يكون عنده تخيل عشان يقدر ياخد التو دايمنشنال ايمجز دي ويطلع منها الفوليوم، بحيث ان هو يقدر يشخص منه، يعني يقدر يتخيل الفوليوم شكله عامل ازاي عشان يقدر يشخص منه. طبعا في بعض الاحيان بيكون ده صعب. فبالتالي ال 3 دايمنشن ايمجينج بيبقى بيسكلي زي ما احنا شايفين في الصوره الثانيه دي هنا كده. ال 3 دايمنشن ايمجينج انا باكواير بالطريقه ديت فوليوم، والفوليوم ده بيبقى سنجل فوليوم، ومجرد بس ان انا بعرضه، بعرض السنجل فوليوم ده، اقدر احرك الفوليوم ده في اي اتجاه انا عايزه، بس هو ستيل يعني ستيل وان سناب شوت، ما هواش حاجه بتتغير مع الوقت. يعني اخدت اكني خدت فوليوم سناب شوت للجنين مثلا موجود جوه بطن الام، وبعرضه بالطريقه اللي انا عايزه، بس زي ما احنا شايفين كده صوره الجنين ما بتتحركش، يعني هو نفس الشكل هو ما فيش اي حركه خالص، اكني ببص على تمثال، والتمثال ده بقدر احركه يمين وشمال وابص عليه من جميع الاتجاهات، بس ما اقدرش ان انا اشوف تغيرات فيه، هو ثابت في نفس الوضع اللي كان عليه ساعه ما اخدت الفوليوم. طبعا ده يعني مفيد جدا عشان نقدر نشوف بعض الحاجات ما نقدرش نشوفها من 2 دايمنشن ايمجينج، بس طبعا في عندنا في بعض الايفالويشنز في التطبيقات بتاعت الحمل، يعني بيبقى محتاج يشوف فيها حركة الجنين كمان. فالحقيقة ال 4 دايمنشن ايمجينج هو عبارة عن ان احنا يعني زي ما احنا شايفين هنا كده ان احنا خدنا نفس الفوليوم ده مور ذان وان تايم، يعني بنعمل مالتيبل اكوزيشنز للفوليوم بتاع الجنين، وبالتالي بشوف الجنين بيتحرك بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، فهو عباره عن ريل تايم فوليوم، هو بيسموه 4 دي علشان هو 3 دايمنشنز مع التايم دايمنشن بتاع التايم كمان مضاف ليه. فهنا بقدر اشوف الجنين وهو بيتحرك، طبعا الفريم ريت يعني سرعه الحركه ما بتبقى بطيئه طبعا، لان احنا طبعا بنأكواير كميه كبيره جدا من الصور، وبالتالي بناخد وقت علشان اكولكت كل فوليوم، وبالتالي الفريم ريت يعني ماكسيموم ممكن يبقى 2 يعني 2 فريمز بير سكند، ده يبقى كويس قوي، ما بيبقاش اعلى من كده عاده يعني. فعامة 4 dimension image it's a real time volume which is يعني basically تسمح لي ان انا اشوف الفوليوم بتاع الجنين ده كله، واشوف الجنين هو بيتحرك داخل بطن الام من غير ما يكون في احتياج ان انا يعني acquire مره وبعد كده مره تانيه، يعني زي 3 dimension imaging كده ما بيعمل. 3 dimension imaging باخد صوره واتفرج عليها وبعد كده صوره تانيه اتفرج عليها وهكذا. لا، 4 dimensional بي update الفوليوم all the time. فده طبعا بيبقى مفيد جدا في اغراض التشخيص للجنين في اثناء مرحله الحمل.